السلام عليكم. عندنا في الافطار تاع رمضان كامل عندنا في نطيبوا في الماكله تاع رمضان كامل في لاكويزين، وعندنا اللي يطيبونا عندنا الناس تما كل حاجه بروف، وتطلع الماكله 6 ونص نجيبوها، وعندنا لي بينيفول ولاد حومه نبريباريو كلش، كل حاجه يدوها الناس ولا ياكلوها لومبورتي ولا اللي ياكلوا في طابله كل سخون. يعني ثم لهنا راكم يعني مقسمين الى مجموعات، يعني كل واحد عنده الدور تاعو، عنده كلا في الطابله كلا في الكوزينه كلا في الكروسه، وكان راهو يمد او يسلبي في الديار، كان يمد في الاقامات ولا، مي الحمد لله على كل حال الجمعيه يسعى للخير، اسمها خدمتها غير الخير، ما كانش حاجه واحده اخرى الحمد لله. يعني بينيفول وكاع كما نقول لك من الشعب للشعب، راك شايف هذه الكلمه تاع من الشعب والى الشعب. جميل جدا.